السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله احبتي في الله نتحدث اليوم عن حديث إذا عملت به أو علمته أحد كان لك أجرا عظيما وخيرا كثيرا وراحة في الدنيا وسعادة في الآخرة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه وصايا جامعة نافعة قليلة العبارات كثيرة الفوائد والمعاني، وقد لازم أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ملازمه تامه وصاحبه في حله وترحاله ولذا نقل كثيرا من الاحاديث النبويه الجليله الهامه التي تحتوي على توجيهات ووصايا عظيمه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن قال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا قال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك، تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب" رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني، وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بالآتي: الوصية الأولى كن ورعا أي اتصف وتحلى بخلق الورع والورع هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات تكن من أعبد الناس لأنه يلزم من ترك المحارم فعل الفرائض الوصية الثانية وارض بما قسم الله لك أي بما أعطاك الله من رزق ولا تأسف على ما فاتك من الدنيا فالكون يسير بحكمته سبحانه، تكن من أغنى الناس، أي يملأ الله قلبك ويدك غنى، لأن من رضي بما قسم له، ولم يطمع فيما في أيدي الناس، استغنى عنهم، والغنى غنى النفس. الوصية الثالثة: وأحب للمسلمين والمؤمنين ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك. تكن مؤمناً، أي تمنى لهم حصول الخير واجتناب الشر كما تتمناه لنفسك وأهلك، فهذا علامة على رقي الإيمان في قلبك وكذلك فيما تكره. الوصية الرابعة: «وجاور من جاورت بإحسان تكن مسلماً»، والإحسان بذل المعروف من قول أو فعل أو مال أو جاه، والمعنى: «افعل ما تستطيع من الخير لكل من جاورك». سواء في المنزل أو العمل أو في السفر أو غير ذلك، فهذه من علامات الإسلام. الوصية الخامسة: وإياك وكثرة الضحك، أي الضحك المبالغ فيه والذي يكثر منه صاحبه، فيتسبب في غفلته عن الاستعداد للموت والأهوال التي هو قادم عليها، فإن كثرة الضحك فساد للقلب. اي تميته ان كان حيا ويزيد اسودادا ان كان ميتا وموت القلب هو خلوه عن ذكر الله وانارته بحبه وتعظيمه وخوفه ورجائه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رزقنا الله واياكم الاخلاص في القول والعمل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته